نختم هذا اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد سيد صفطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صلى الله. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا. اختم هذا اللقاء بهذه الكلمات المهمة: لن يحترم الناس ديننا إلا إذا تفوقنا في أمور دنيانا، فإذا تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا، فيجب علينا أن نتفوق في شتى العلوم وأن نسير في خط متوازي مع العالم وأن نواكب الحدث بكل العلوم والفهوم لنكون في أوائل الصفوف كما أوصلنا المصطفى صلى الله على حضرته وآله.